الليلة شيف نسيم، شيف شربل، شيف طارق وشيف باتريك يواجهون التحدي الأخير ليحقق واحد منهم حلم توب شيف العالم العربي للموسم الخامس. للرابح 375,000 ريال سعودي و100,000 ريال سعودي إضافي تقدم الدجاج تنمية. سيارة نيسان إكسترا 2022 الجديد المجهز بأكثر التقنيات تطوراً لتعزيز تجربتك في القيادة. تغطية كاملة في مجلة هوسبيتاليتي نيوز. سفرة وإقامة في بريطانيا وجائزة العلم والمعرفة من الهيئة الملكية للصحة البيئية في لندن تقدمت شركة بويكر. سفرة وإقامة في برلين للتعرف على أبرز ابتكارات شركة ميلي الألمانية الرائدة في تطوير تجهيزات المطابخ. مشاركة في أحد أبرز معارض الضيافة أوريكا 2022 ولقب توب شيف العالم العربي. يا الله قديش الرياض مرة شالت ذكريات لينا في ذا الموسم. Unimaginable. فعلاً أنا لقلي الموسم الخامس عنده نكهة خاصة. ذكريات مرة حلوة زي كل عمارة بنشوفها دحن وكل نور بينور في ذي المدينة. اكتشفنا قد ايه في بالمملكة العربية السعودية غنى بكل شيء عملناه بكل اسبوع مرقنا فيه. كشفنا كل واحد من الشيف بيتطور اكثر واكثر على كل دي المسيرة.